لجماليته لروعته. تحدثنا عن ما فعله الوكرة في مباراة اليوم، لكن لا بد أن لا ننكر ما قدمه لخوية في شوط المباراة، أداء في غاية الروعة حقيقة من كلا الفريقين، كلا الفريقين. ولكن في النهاية وهذا ما كنت أتحدث عنه الآن، في لحظة سقوط حسن إدريس وسقوطه الذي لم يكن يستحق تدخل العلاج الطبيعي، قلت بأن يعني قد تندم على هذه اللحظات مع نهاية المباراة. الآن لاعبين الوكرة يمنون النفس بأن تنتهي المباراة بأسرع وقت ممكن، ويعني يندمون يتحسرون على أي دقيقة وأي ثانية ضيعوه. علي زيدر، علي زيدر، مرة أخرى مثل هذه الأحداث تتكرر، مرة أخرى